ان دلوقتي الستات ما بقوش ستات زي ما الكتاب كان قايل، والرجاله ما بقوش رجاله زي ما الكتاب كان قايل. وادى سببين مقنعين، الست اللي بتطلع وتشتغل هتدخل البيت متقمصه نفس الشخصيه، وهي دي الغلطه بقى الحد الفاصل. صحيح. اللي هو انا مديره في مكتبي في شغلي بامر وبنهي وبنطوق ورق في الناس وعامله فيها بتاع كده، لكن اول لما دخلت البيت خلاص انا ست، المفروض ان انا زوجه وام والكلام ده كله. اللي بيحصل بقى ان في ستات لما بتخش البيت بتلاقي الراجل مش قايم بمهامه، فبتفضل لابسه الماسك ده علشان تشيل. صح. عشان كده بيقولوا الركعه الراضي برضه. بالظبط. مين اللي هيذاكر للولاد ومين اللي هيوصل ومين اللي هيجيب ومين اللي هينزل يجيب طلبات البيت ويودي دروس خصوصيه ويرجع من الدروس؟ فلو هي رجعت لقت مكانها كست محفوظ ما هتصدق تقعد وتريح. هتصدق تتستت، لانها ترجع تلاقي انها عندها مهام اخرى برضه لازم تقوم بيها. فالركعه على الراجل. احنا معانا تليفونات ثانيه. مصطفى. السلام عليكم. ايوه يا مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيكم؟ سكر زياده. اهلا بيك. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد ميلاد القناه. انت طيب. والله انا حاولت اتصل يوميا ان انا اهني القناه اللي هنا، انا بحب القناه دي قوي قوي يعني. شكرا. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا سيدي. دلوقتي بعد اذنك، انا كنت متزوج وعندي بنتين. وبعدين حصل انفصال بيني وبينها. ودلوقتي بعد العيال عني وبحاول ان انا اقرب منهم، بتملي بتحسسهم ان انا ايه مش كويس وان انا بخيل عليهم والحاجات زي كده. حتى الاولاد بيعاملوني معامله مش كويسه. هل تنصحيني ان انا ابعد عنهم ولا ان انا اعمل ايه؟ اوكي. هقول لحضرتك يا استاذ مصطفى. شكرا يا استاذ مصطفى على التصوير. طيب لا، هو حكايه ان هو يبعد عنهم دي طبعا ما ينفعش طبعا خالص. يعني هو احنا الحكايه دي كنا اتكلمنا عنها في حلقه مره زمان جدا، على ان الناس يعني الكالتشر او الثقافه بتاعتنا ان لما بيحصل انفصال بتبقى انفصال بعداوه، فبنلاقي الست عماله بتكسر في صوره الراجل قدام ولاده، والاب بيكسر في صوره الام قدام الابناء، وفي الاخر دي اوحش حاجه ممكن تحصل، حاجه فظيعه. ففي الاخر الابناء هي اللي بتتشرد. يعني هي الغلطه مش في الطلاق، هي الغلطه في هندله الطلاق وعمل بس ازاي. كده على فكره بتوصل احيانا لدرجات يمكن اقل، بس برضه بتجرح وبتضايق وبتدمر في نفسيه الولاد لما الام تشتم في الاب قدام الولاد او العكس، يعني او تتمسخر بيه او تتمسخر بيه حتى لو هي فاكره انها بتعمل كده من تحت لتحت، يعني بيلقطوا بيها جدا. ده كلام مظبوط 100%. فسؤال استاذ مصطفى، يبعد عنهم؟ لا، ما يبعدش عنهم. هو يحاول بالراحه معاهم، ان هو كل ما يجوله او كل ما يشوفهم او كده ان هو يحاول يحببهم فيه، يوريهم ان هو بيحبهم، ان هو بيخاف عليهم، يسالهم. هي الموضوع مش موضوع ماديات، مش موضوع نجيب لهم هدايا ويخرجهم، ان هو يتكلم معاه يحسهم بحبه، يحسهم ان هو موجود، ان هم لو احتاجوا اي حاجه في اي وقت هيكون موجود. يثبت عكس كلام الام. بالظبط. دلوقتي هو بيقول بقى ان هي مش بتخليه يشوفهم. دي بقى نقطه ثانيه. هو دلوقتي لما يشوفهم خلاص قلنا له يعمل ايه، هي مش بتخليه يشوفهم. هو محتاج يشوف حد كبير في عيلتها يتكلم معاه، علشان ده ما ينفعش، ما ينفعش ان يتحكم على الاولاد ان ابوهم ده كانه مات. هو موجود وعايش والولاد محتاجين له. واي ست مهما كانت قويه ومهما كانت ومهما كانت ما تعرفش تربي الولاد من غير الراجل. ما ينفعش الولاد يطلعوا. تعتقد يا هو ان موضوع كبير العيله ده لسه موجود عندنا؟ انا اعتقد ان هو يعني بيندثر شويه. هو مش كبير العيله، هو كبيرها هي. ممكن يكون اخ، ممكن يكون اب، الا اللي حط ايده في ايده وقت ما جه يتجوزها يعني. يعني حد يكلمها بالعقل شويه، ممكن يكون صديق من بره، ممكن يكون حد مشترك ما بينهم. صحيح. يصلح. ممكن يكون حد مر بنفس التجربه. حد عاقل، حد مش متحيز لجهه واحده. ما بالظبط. اوكي، معانا اتصالين. معانا اول اتصال من رحمه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. حلو اسمها قوي. جميل. ازيك يا انجي؟ الحمد لله. ازيكم كلكم؟ اهلا. اولا عايزه اقول بجد انه ما شاء الله تبارك الله، يعني بجد القناه فظيعه بجد ما شاء الله. يعني انا من اول متابعين ليها والله بجد، من اول ما طلعت. طبيعي ان احنا نقول لها كل الف سنه وهي طيبه ان شاء الله باذن الله. يعني كمان بس انا كنت عايزه اعمل مداخله على موضوع اللي هو الاولاني خالص، اول مشكلتين اللي هو دايما بسمع كلام مامته دايما بيروح لمامته. ممكن اقول ان ده كله بسبب ان هي مش قادره تحتوي زوجها. عارفه بجد لو هي قدرت ان هي تحتويه، ان هو يعني تبقى عنده كل حاجه في حياته، مشاكله هي عارفاها، شغله هي عارفاه، تحاول بقدر الامكان ان المشاكل اللي بينهم دي تكون تتلاشى. انت رحمة ازاي؟ انت متجوزة؟ ايه لا. على فكرة عندي 19 سنة. ربنا
ربنا يكملك بعقلك يا رحمه. يا رب تقدري تعملي ده يا رحمه بجد. بس هي فكره، بس هي عندها حق يعني في حاجات كتير عندها حق. هي طبعا وكملي يا رحمه. اوكي لا صدقيني بجد يعني اللي احنا حالات الطلاق اللي احنا شايفينها كتير قوي اليومين دول بسبب ان البنت اتربت في بيت باباها بطريقه وهو اتربى بطريقه تانية. هي لما بتروح مش بتحاول تغير من طريقتها، مش بتحاول بقى ان هي بمعنى اصح تحتوي. فعشان كده بجد بنلاقي كميه حالات الطلاق يعني الله اكبر اللهم في نهايه التبيينة يعني. بس بجد يعني قد ايه كل واحده مهم ان هي تفهم جوزها، قد ايه بقى الكلام الحلو اللي بين الازواج ده اللي هو بحبك بقى وبحبك ويا سلام اللي هو داخل يجيب ورده. بص بص يا رحمه جميله، رحمه جميله رحمه جميله بريئه والله بجد. هقول لك على حاجه، يديك على قد نيتك يا بنتي. الله يخليكي. معلش انا هطول عليكم بس حته صغيره بس كمان انه يعني هقول لك ليه الكلام ده كله، لان ربنا قال وجعلنا بينكم موده ورحمه. يعني يا قد ايه موده ورحمه. طب هي بقى لا، هي بقى ده هو زعق لها تقوم هي كمان لا انا انت مش عارف انا بنت مين ومش عارف ايه والكلام ده كله. نبص نلاقيه بقى لا ده هو رايح لمامته. طبعا مامته لما تسمع كلمه زي دي هتهديت نار في ثواني، وفجاه هنلاقي البيت بيتخرب. وبجد فعلا يعني لا مش عايزه اقول لك حاجه. طبعا بشكرك على كلامك ورايك وزي الفل، بس لو كل حد يدرك من المواد اهميه الموده والرحمه يعني الاثنين الزوج والزوجه يبقوا فاهمين ده كويس قوي، الدنيا كلها هتبقى مش يا رحمه. يعني اقول حاجه صغيره. طيب هو اوكي، بس هو موضوع انه الاخ واخته بقى وكنت لسه بتقول لا ما لا وصلها ومش عارفه ايه ده كله اكيد عشان هيبقى خايف عليها ولازم البنات كلها تفهم كده. ما انا انا بقول ده كويس ان ده حلو مثل حلو. شكرا يا رحمه. اتصل من سماح. الو الو مساء الخير. مش هنقول يا سماح. مساء النور يا انجي. ازيك؟ كل سنه وانتم طيبين. ازيك يا رشا؟ ازيك يا مروه؟ انت كنت ضيوف لزاز لمده سنه والواحد ما حسش بيكم خالص. بس انا موضوعي بتكلم في حاجه ثانيه خالص، هو تعليق استاذ مفتي فوزي يوم الخميس. ايوه هو تعليقه استفزني جدا ويا ريت يكون سامعني. اللي ينقد اسم يعني بينقد اسماء اسم البرنامج اسم القناه، ما بينقدش حاجه داخلها، بيقول ان هو ما بيتفرجش غير على افلام اجنبي بس. وبعدين قال لك سين عين خا، هي دي مثلا يا استاذ مفيد فوزي اللوحه المعدنيه اللي نازله جديده بتاعه العربيات في برامج اسمها سين عين خا. زعلان من صباحك سكر زياده وزعلان من مسائك سكر زياده. طب جيت ليه؟ جيت ليه؟ جيت ليه واستضافوك وقعدت مرتين اتكلمت؟ سماح احنا في متابعه ومشاهده جيده جدا يا استاذ. احنا حط يعني اصرينا ان احنا نحط كل الكلام الكويس والوحش عشان حتى لو كلام كان سلبي او نقد يعني مش حقنا نتعلم منه، يمكن هو عنده وجهه نظر. صحيح يعني اسمع. هو ساب كل حاجه ومسك في الافلام الاجنبيه، هي دي اللي ما بيتفرجش غير عليها. استضافته مرتين واتكلم عن ملك فاروق. لما انت مش عاجبك جيت ليه من اساسه؟ بنشكرك على على المسانده دي. ميرسي. عيد ميلادكم انتوا على فكره، لان انتوا ضيوف لزاز علينا وشريف وكارن ومروان ورانا وكلكم كل سنه وانتم طيبين. ميرسي يا صاحبي. الف صحه وسلامه. ميرسي ليك يا سماح. طيب اوكي انا كنت عايزه اعلق بس على المكالمه بتاعت رحمه. كلام رحمه طبعا كله صح ومنطقي 100%، ولو الناس مشيت عليه ده هيحل مشاكل كتير قوي. بس انا عشان اتكلمت مع المشمشتين هم عملوا اللي عليهم وقدموا الموده وقدموا الرحمه وقدموا كل حاجه. مفيش المشمشين بقى بتاع المشمشين التانيين لازم. بس هي دي الحكايه، العلاقه ما بين مشمش ومشمشه ده لازم يتفهم الطرفين. بس هي رد فعل ام مشمش هي دي اللي كانت عامله لي المشكله في الموضوع. يعني ام مشمش لو كانت راحت اتكلمت مع الزوجه كان اوكي، لو كانت اتكلمت مع اهل الزوجه كان برضو بقى اوكي، لو كانت اتكلمت مع ابو الزوجه ماشي. كل ده محاولات للاصلاح، لكن نفتح البيت ونفتح سكه للهروب من المشكله هي دي. عموما انا بشوف ان كلام في العلاقات الزوجيه مع الاهل سواء من الست او من الراجل ده نوع من المعيله ومش مفروض يحصل. احنا كبار ونحل مشاكلنا من جوه. واللبن لما بيتعكر عمره ما بيصفى تاني. صحيح. ايه دي؟ ايه؟ هي ايه؟ لا وليه ممكن لا يعني ليه كويس؟ بس لما يحصل بقى يتعكر اكيد ان شاء الله. خلينا نتفائل بقى. طيب بشكرك جدا بجد والله نورتينا. وزي ما كالعاده زي كل مره بقول وقت مع مروه بيعدي بسرعه. وكده بنكون وصلنا لنهايه فقرتنا الحاليه. الفقره القادمه مع شويه فن وفرقه لازم تشوفوها وتسمعوها وتتفرجوا عليها، فرقه الطمي، لكن بعد فاصل تابعوا. We'll be right back.
ماشي.